عايزين نبني النهارده شاشه الديفايسز اللي هي الاجهزه، الشاشه اللي من خلالها اللي المستخدم هيقعد لو جاله جهاز يسجله جديد ويتبع انهي قسم ويتبع انهي مود مع حفظ التعديل مع حفظه، ولو جاله ممكن يعدل، ممكن يبحث عن حساب عن جهاز كل حاجه، ويسجل صورته هناخدها طبعا عشان ما ننساهاش. حلو، ده هنعمل الجهاز اللي هو الشاشه. قال لك عشان نعمل شاشه جديده، قول عشان بس السجل الجديد. انا ما كنتش سالت امبارح ولا كان السجل الجديد ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيفضي التكستات ديت، بيفتحها للتنشيط وبيفضيها، يعني كأنك بتضيف عمل جديد بس مش اضافه. لا، ادوس سجل جديد يفضي، ادخل سيف يحفظ. حفظ حفظ ممكن ادوس، ممكن مجرد ادوس سيف هو يفضي الخلايا اللي فوق على طول. ما هو اوتوماتيك بعد الحفظ اوتوماتيك بيسيف على طول، يعني الحفظ ده مش اللي هو سيف، لا يفضي الخلايا نفسها حسنا ادخل منتج ثاني على طول، يعني مش لازم ادوس. هو اوتوماتيك ده بيحصلها، بنعملها اوريها لك دلوقتي. يلا يلا يا شباب، حفظ دي اللي هي بام بقى. البرنامج اللي احنا شغالين عليه فيجوال ستوديو 2010، عايزين نبني شاشه جديده للديفايسز دي. دي كانت شاشه امبارح، امبارح بنيناها الاقسام والانواع، الاقسام والانواع عشان نبني شاشه جديده من قائمه بروجكت اد ويندوز 4. من قائمه بروجكت اد ويندوز 4، في حاجه مش فاهمها قول لي. الخطوات كتير بس عشان كده احنا عاملين فيديو، هتاخد الفيديو تتفرج عليه وتعمل زيه. هنسمي الشاشه، الشاشه دي تخص الديفايسز اللي هي ده ايه، اللي هي الاجهزه، يبقى فورم ديفايسز. واروح ده يسال، مش احنا بنجيبها من ام دي اي؟ لا، ده ام دي اي براند الشرائيه بس. لا، بناخد بنختار العنصر اللي احنا هنعمل عليه الفورم. ايوه ماشي، بس انا بعمل الفورمه دلوقتي عشان لما اختار يفتح لي الفورمه اللي انا هعملها جديده. فورمة جديدة من قائمة بروجكت اد ويندوز فورم اهي. بعد كده هسميها ديفايسز، بعد كده اد، هتنزل الفورمة زي ما انت شايف. تظبط لي الفورمة شوية وتحليها، اجل الغابة ياسر خلي معاك. الفورمة كده عايزين نظبطها، اول حاجة كليك يمين عليها بروبرتيز، خصائصها. خصائصها تعمل فيها ايه؟ عنوانها اللي هو اللي هيظهر هنا، الشاشة الخاصة ببيانات الأجهزة. تاني حاجة الباك كلر اهي، تختار لون يريح العين، أبيض. عايز تختار لون غير الأبيض، المهم لون فاتح يريح العين زي ده مثلا. ما تختار ليش لون غامق، ما تقوليش كده، ما تقوليش كده مثلا، لا ده يتعب العين. ما تنساش ان السيستم اللي بيقعد عليه بيقعد عليه فتره من 9 ل 3 ل 4، فهيتعب عينه، فلازم السيستم يكون لونه هادي جدا اهو. وليكن ده اهو هادي اهو، خلاص. الخط الفونت اهي، اختار خط قرايته كويسه اهو، ده خط في العربي حلو بالنسبه لي، كل واحد وذوقه. تراديشنال ارابيك ده في العربي كويس، بولد 14. هتعمل النوع تراديشنال ارابيك الستايل بولد الحجم 14، يبقى كل شاشات المشروع اللي كده، مش عايز تنويع، لا يبقى كله ستايل واحد. تروح دايس اوكي، الشاشه اهي لقيتها طولت زياده عن اللزوم قصرها، عايزه تعرض زياده شويه اهي، تبدا. ماشي. اول حاجه السيريال نمبر، تروح منزل هنا كام حاجه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9، تروح منزل 9 ليبل اهو، ده اسمه صندوق الادوات في التول بوكس ده، 9 ليبل ادي واحد، وتوزع واحد هنا للعنوان طبعا يبقى 10. ادي كود اللي هو السيريال نمبر، يجي وراه القسم التابع له الجهاز، يجي وراه النوع التابع له الجهاز، بعد كده سعر البيع، سعر الشراء، مواصفات، بعد مواصفات الكمية المتاحة بالمخزن، ايه تاني الكمية المتاحة بالمخزن، بلد المنشأ وسنة الصنع، بلد المنشأ سنة الصنع. حلو، نبدأ نقول الكلام اللي انت قلته دلوقتي، عربه. كل واحدة نزلت لها، أول حاجة
العنوان اللي فوق ده هو نفس العنوان، تقف على الليبل ده برضو خاصيه تكست، امسح كلمه ليبل 1 وحط فيها ده اهي، الشاشه الخاصه ببيانات الاجهزه. هنا السيريال نمبر، لا السيريال عاملينه اوتو ما اعتقدش. السيريال نمبر هنا القسم، النوع فصلت ايه، جايب لك ايه، دوس نو. طيب خد اهي دوس نو، اشتغلت. القسم، النوع، سعر البيع. سعر الشراء، كويس انك فكرتني. سعر الشراء، سعر البيع، سعر الشراء، المواصفات، الكمية المتاحة، عندي كام قد ايه في من المخزن انا بسجله ده. بعد كده بلد المنشأ، اكيد الصين طبعا. بعد كده سنة الصنع، اهو تبدأ تعمل جاستيفاي. جاستيفاي يعني ايه؟ يعني اتعلم على الثلاثة دول كده وتخليهم كلهم على لسه واحد الناحية دي اهي، دوس على دي برضو دول كده، تروح جاستيفاي دي، لا خليها كده عشان هي توزيعتها كده اهي، وبرضو تعلم عليهم كده اهو وتسويهم من تحت اهي اهو، تتاكد بس ان هم متساويين دي اهي. السيريال نمبر هتحط له قدامه تكست عشان المستخدم يعرف يدخل قيمه جواه اهو. القسم لازم يكون كومبو بوكس. كومبو بوكس يعني قايمه. يعني ليه قايمة؟ قال لك أول حاجة عشان هو مفتاح خارجي، تاني حاجة عشان ما ينفعش أسجل جهاز تابع قسم والقسم ده مش عندي في الأقسام. فالقايمة دي هتكون مملية بالأقسام اللي عندي في جدول الأقسام. النوع، قال لك مش إحنا قلنا القسم برضه هنعمل له قايمة، القايمة دي اللي هي كومبو بوكس. عارفين يعني إيه قايمة؟ اللي بتختار منها. قال لك برضه النوع هنعمل له قايمة، ليه؟ مش إحنا قلنا عندنا شاشات، قسم شاشات تحتها أنواع، هنختار القسم الشاشه يجيب لي انواع عشان ما يجيبليش ايه انواع ديل، انواع الشاشات على هارد ديسك كله على بعض، لا اختار الشاشات يجيب لي انواع الشاشات، اختار الهاردات يجيب لي انواع الهاردات. يبقى الدنيا متفلتره عشان ما ايه ما نبهدلش المستخدم اهو. بعد كده تكست تاني لسعر البيع، هل ينفع يكتب في السعر حروف؟ لا. قال لك طب لو انت عايز السعر ما يتكتبش فيه حروف، قال لك في الحاله دي ما تنزلوش التكست ده، ما تنزلوش التكست العادي، التكست بوكس العادي، لا في تكست اسمه ماسكت تكست بوكس، ماسكت تنزله، دوس على السهم ده سيت ماسك وتقول نمرك 5 ديجيت. يعني ايه 5 ديجيت؟ يعني 5 خانات. 5 خانات دي يعني كام؟ 1900 9999، يعني 10000 جنيه. ينفع في قطعه في المحل موبايلات توصل الرقم ده؟ لا. فاحنا هنسيبها نفس الخانه اهو، عايز تخليها على الشمال هو على الشمال. برضو سعر الشراء نفس الكلام اهو. طب ليه ما عملتش للسيريال كده؟ السيريال ممكن يكون فيه حروف ايه 506 كذا، صح. المواصفات تكست عادي اهي، تكست ايه. هل التكست ده بس يسيع للمواصفات؟ لا طبعا، ده عايزين كبير. قال لك خلاص اعملوا مالتي لاين، يعني دوس على السهم ده وعلم على دي. بص في حاجه تقدر تكبره بالعرض، طالما تقدر تكبره بالعرض يعني اكنه صفحه وورد، تكتب انتر ينزل سطر جديد. اما ده لو كتبت في دوست فيه انتر يثبت العمليه خلاص. الكميه المتاحه برضو ماسكد، ليه؟ عشان ما فيش كميه بالحروف، بالحروف صح غلط، ماسك خدتها كوبي. بلد المنشأ هعمل لها قايمة،
ازاي انا باخدها كوبي؟ بقف عليها ودوس على كنترول واسحب. بلد المنشأ اعملها قايمه، قايمه الراجل يختار منها الصين، مصر، مش عارف ايه. ادي دي اهي برضو بلد المنشأ، هخليها قايمه برضو يختار منها اللي هي سنه الصنع. شوف بدايتنا مثلا من 2009 لحد دلوقتي، كل شاب ايه اصل مش تاريخ انتاج الصنع، لا سنه الصنع. اصل انا اسالك سؤال، قول لي كده الهارد بتاعك تاريخ انتاجه كام؟ اقدر اقول لك سنه صنعه بس ما اقدرش اقول لك تاريخ انتاجه، صح ولا غلط؟ اصل هو مش منتج زي شاي او حاجه، لا ده جهاز. يعني لو حد قال لي سنه صنع اللاب ده كام، اقول لك سنه صنعه مثلا 2007 بس ما اقولكش تاريخ بالظبط، ما اقدرش اقول لك. اما لو جبت لي مثلا كوبايه شاي وكوبايه قهوه، فنجان في قهوه دي اللي احنا بنشتريها من بره، قول لي قول لي تاريخ انتاجها، اقول لك تاريخ انتاجها عادي بسيط. الاكل والشرب تاريخ انتاجه لازم يتعمل صحيح. اتاري ليه؟ عشان ليه صلاحيه، اما الاجهزه لا. ايه ده ملوش ثلاث صنع عشان ده هفق. خلاص اهو قال لك ماشي، نعملهم جاستيفاي برضو اهي، وهنا برضو علم على دول جاستيفاي. شوف كلهم يبقى سوا واحد اهو، مش يبقى شكل الدنيا تبقى ايه كويس. ماشي. بعد كده عندنا اضافه تعديل حفظ سجل جديد، دوس على كنترول واسحب. حفظ تعديل حذف بحث يبقى لوحده. قلت له يا برنس ايه تاب يعني؟ لا قصدك لا ما احنا مسحناها، قلنا عشان هتعمل مشاكل كتير جدا. نكبر، كبر بشيفت مع الاسهم اهو. ده حفظ جديد او سجل جديد، سوري سجل جديد. ده حفظ، ده تعديل، ده حذف اهي. المسافات ما بين كل واحد والتاني تكون واحده اهي. طب البحث ما عملتوش ليه؟ عشان هنعمل حته التبات اللي قال عليها شريف. ايه التبات دي؟ اكبر بس العنوان شويه واخليه اندرلاين. قال لي هاخد كل ده كده قط وانزل حاجه اسمها تاب كنترول، هوريها لكم ايه التاب كنترول دي. في الكونتينرز تاب كنترول اهي، نزلها اول ما تشوفوها هتعرفوها اهي اللي هو دي. طبعا احنا عربي، عماد فوق احنا عربي لازم يكون علمين. اقف عليها رايت تو ليفت اهي، رايت تو ليفت كده. انت واقف على انهي تاب؟ لا كده واقف عليها كلها، لما تخش جواها كانت جوا تاب اتنين. طب كده انت واقف على انهي تاب؟ كلها، لازم تخش جواها. هنعمل بيست اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، نظبط الدنيا. عايز يكبر شويه، ماشي نكبره مفيش مشكله. ماشي يا ريس نكبر لك الفورم. المواصفات تيجي شويه كده او تصغر شويه. وحضرتك قلت برضه بس ايمن لو عايزين نقفل الكونات والليبرات عشان خاطر محدش يجي، عشان غصب عني ما احركش الليبر او كده. ماشي اهو ماشي خلاص اهو. عايزين نكتب هنا دي بيانات الاساسيه وهنا البحث. طب اقف هنا كده، انت واقف على تاب الاثنين، تقف جواه كده يبقى انت في التاب الاولاني. اكتب كده اهو هنا اهوت البيانات الاساسيه هنا بحث البحث ايه البحث بس. هيبقى البحث بس. قال لك البحث بتعمل ازاي؟ قال لك اول حاجه بتنزل له ليبل هنا اهو، واقول له ادخل نص البحث المراد
اهو. طبعا افضل حاجه انك تبحث، تبحث بايه؟ بالسيريال نمبر، هو مفيش غير كده. الاجهزه اروح منزل تكست بوكس واهو. واحنا السيريال عاملينه اوتو ولا عادي؟ لا عادي اهو، مش ما ينفعش يكون بطل اهو. طب ماشي، لما اكتب سيريال واحد يجيب كل الاول واحد هيظهر فين؟ قال لك في اداه مسؤوله عن اظهار البيانات نتيجه البحث اسمها داتا جريد فيو. داتا جريد فيو اهي، داتا جريد فيو زي بالظبط جوجل. هنا لو كتبت كده ادي التكست اللي هتكتب جواه، هو ده. مجرد ما تكتب مثلا ايه المعهد اهو، كل دي اداه شايف، حتى اعلم عليها حته واحده، ملاحظين دي؟ جوجل عندنا هنا هتكتب المعهد التكست نفسه بيجيب لك. طب ما احنا دي عملناها، ما ده الكونكورس ده. لا لا احنا عملناها اول مره. ما حضرش؟ لا كان معانا. تكتب كده كده ما احنا عملناها. انت ما حضرتش؟ لا كان موجود معانا. ما بتسأل ليه؟ ده هو لما حضرش الجديده دي. دي اداه، دي اداه اهي. بص كل دي اداه على فكره، يعني اوعى تفكروا ان دي كلها اداه بتظهر نتيجه البحث يظهر جواها اهي اللي احنا عملناه دي. بس هل هي نفس الاداه؟ ربك يعلم، معرفش. بس فعلا عندنا اداه بتعمل الشكل ده في الويب، حتى بتظهر كده. يعني انا بعملها كده ونفس الشكل ده. ممكن يكونوا مستخدمين اداه اعلى، ممكن يستخدم نفس الاداه بتاعتنا، مش الله اعلم. خلاص اهي دي الاداه اللي بتظهر. الاداه دي عرض بس، هل ينفع النتيجه دي تعدل فيها؟ تعرض بس، نفس الكلام ده تعرض بس، يبقى ولا تضيف ولا تعدل ولا تحذف، هي للعرض فقط اهي. دي كده الشاشه تمام، دي الشاشه بتاعتنا. قال لك تمام انت صممتها، اهم حاجه التسميه، سمي كل واحد من دول، سميه اقف عليه كده تي اكس تي. فكروني بالصوره تي اكس تي سيريال، القسم سي ام بي ديبت، النوع سي ام بي طيب، مفيش مسافات في الاسم، سعر البيع تي اكس تي سيل، سعر الشراء تي اكس تي بيرشيز بيو ار، مواصفات تي اكس تي سبيسيفيكيشن، كمية متاحة تي اكس تي كيو تي واي، سعر البيع وسعر الشراء ما كانش تي اكس تي، لا كان تي اكس ماسكت بس انا مسميته اكس تي. هنا بلد المنشا سي ام بي اوريجن او كانتري على طول، سنة الصنع سي ام بي يير اهو تمام. هنا ده تي اكس تي سيرش، دي الجريد ده اسمها داتا جريد فيو، دي جي في سيرش برضه. عايزين نعمل حتة الصورة، مش المنتج ده ممكن يكون له صورة؟ عايز اسجلها له، عايز اسجلها له. قال لي ماشي، تسجلها له ازاي؟ ايه الطريقة اللي هتقدر ترفع صورة على الجهاز عندك دي؟ على السيستم على الشاشة دي؟ قال لك هنعمل نفس الطريقة اللي بيعملوها الويندوز اللي هي دي. بيدوس براوز صح ولا غلط؟ يبقى أول حاجة عندنا زرار براوز نعملها، يظهر لنا شاشة التعامل مع الهارد، أختار الصورة اللي أنا عايزها صح؟ مش أنا بعمل كده؟ أهو مثلا بكتشر أوكي، مش هيظهر لي الصورة هنا إذا أنا مفيش صور عندي، أنا هيظهر لك الصورة هنا صح ولا غلط؟ هتظهر الصورة هنا، بحدد الصورة وأدوس إيه؟ أوكي وتترفع صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ يبقى نفس الكلام. اول حاجة عندنا عايزين زرار براوز، نحط فين بقى؟ نحطها في الجنب هنا، نختار نكبرها شوية كده، نحطها في الحتة دي ولا بدل الحتة دي عشان ما يبقاش الشكل وحش، هات دول الناحية دي وهنحطها هنا برضو، الشكل ليه عامل في المشروع.
انت قلت اول حاجه عايزين زرار براوز، ادي زرار براوز بوتون، وطبعا عشان احنا شغالين بالعربي هنسميه استعراض. عايز الاداه اللي يظهر فيها الصوره بعد العرض، بعد ما تختارها عشان تشوفها. الاداه دي اسمها بكتشر بوكس، اهي بكتشر بوكس اهي. تمام، اعمل لها بوردر عشان تظهر انها صوره بس، بوردر اهو، بوردر عشان تظهر انها صوره. تمام، قال لي بعد كده عايزين الاداه بتاعه التعامل مع الهارد اللي انت لسه قايلها لنا، اللي هي دي. ازاي نظهر الاداه ده اهي؟ قال لك الاداه دي موجوده في الفيجوال، الاداه دي موجوده في الفيجوال وموجوده في اي برنامج على فكره. واكبر دليل افتح مثلا النوت باد ايا كان الشكل مختلف، اعمل فايل اوبن، عايز اسيبها ماشي. شايف الشاشه دي؟ مش دي اوبن؟ دي استعراض الويندوز. طب لو دخلت على الوورد وعملت فايل اوبن، مش هي نفسها؟ يعني الشاشه دي اساسا من جوه الويندوز، يعني ولا تبع الفيجوال ولا تبع الوورد ولا تبع اي حاجه. اللهم بس زي ما بيقولوا كده ان الوورد بيستدعيها والنوت باد بيستدعيها، طب يبقى الفيجوال منين؟ من ويندوز برضه. فاهمين اقصد ايه؟ يعني هي مش شاشه تبع برنامج، ده هي اوتوماتيك موجوده. واكبر دليل افتح اي برنامج واعمل فايل اوبن، لو اهو فايل اوبن، بس طبعا هيقفل لي ده، مش عايز يقفل ده، برضه يطلع نفس الشاشه. طب الاداه دي موجوده جوه الفيجوال؟ قال لك الاداه دي اسمها فايل اوبن ديالوج، اهي اوبن فايل ديالوج اهي. بص بتنزل فين؟ تحت، ما بتنزلش على الشاشه، عشان هي لو مش تبقى حجم الشاشه هي كبيره اساسا، فانت لما تستدعيها او ما تستدعيها تظهر لك كامله. اسمها اوبن فايل ديالوج، مكوده جاهزه وكل حاجه. اوبن فايل ديالوج مكوده جاهزه وكل حاجه، اما انا ما ادوس على الزرار بس يفتحها. حلو، اسمي الزرار بي تي ان براوز، اسمي البيكتشر اسميها بيك، دول هسميها بي تي ان نيو، ده بي تي ان سيف، بي تي ان ابديت، بي تي ان ديليت. طبعا احنا خدنا ان احنا ظبطنا الزراير كذا مره، مره عملناها صور، مره عملناها فلاشات. يعني ايه فلاشات؟ هوريها لك اما تتعمل رانا. ايه بص، لما جينا عملنا شاشه العملاء، شاشه العملاء بتعملها ازاي؟ فلاشات، وهنا حطينا فلاشه، كل ده ايه؟ مشروع في الفيديوهات. خلاص، ومره عملناها صور في الشاشه، والمره دي عملناها ايه؟ شكل كلاسيك خالص من غير اي حاجه. طبعا اللي شايف فيه مصلحتك انت لازم تعمله، طبعا مصلحتك ان المشروع يبان على احسن ما يمكن، عشان اول ما بتعمل رن للمشروع الشاب يبان في وشنا قبل ما بنسال. اول كلمه بتطلع الله، يبقى كده انت تستريح نفسك وانت بتناقش حد. اول ما الدكتور لك الله شكل الشاشه هيبدي كويس، اول ما يقول كويس، اما في ناس تقول لك اول ما انا عن نفسي اول ما افتح اشوف شاشه زي الزفت. تخيل بقى اول داخل انت مناقشه حد قال لك زي الزفت، هتكمل مناقشه ازاي؟ هتتضايق من جوه. اما لو شكل الشاشه كويس بيقول لك شكل الشاشه كويس، تلاقي نفسك انت استريحت اساسا، او اولا خدوا انطباع عندي كويس. فشكل الشاشه هو اللي بيبان اول حاجه. لسه بتقول يا هادي والدكاتره لسه بيشربوا الشاي وانت بتجهز حياتك بتعمل لنا رن. اول ما بيشوف شكل الشاشه، دي شكل الشاشه الرئيسيه بتاعتنا احنا اهي، واما بتروح الناحيات بيظهر لك الشريط ده، تابع عنه يختفي. خلاص، لازم شكل الشاشه تطلع كويس. لحد النهارده ما لقيتش شاشه كويسه غير شاشه مهند وشاشه ميدا، الباقي كله شاشات طبيعيه عاديه. ماشي، لسه ما نشوف، انا ما شفتش حاجه. خلاص، فدي تصميم الشاشه اهي،
المفروض لما اعمل ران كده وافتح البات الاساسيه واقول على اجهزه او الت دي يفتح لي شاشه مين؟ الاجهزه اللي انا لسه عاملها دلوقتي اللي هي دي اللي هي اسمها سميناها فورم ايه؟ ادخل افتح لي والنبي اشريك ليش اشتغل؟ ساكت صح؟ كده الشاشه دي احنا صممناها. الشاشه دي اسمها ايه؟ فورم ايه؟ عايزين لما ادوس على فورم ديفايس شاشه الاجهزه يفتحها. يروح للشرائسيه اللي هي دي. انت لما تدوس على انهي عنصر من دول يفتحها؟ يبقى كليكتين عليها. اسمها ايه شاشه الاجهزه؟ فورم ديفايس. جدع ده حسام والله العظيم مركز. حسام صح؟ فورم ديفايس. سمي اي اسم اتش يساوي نيو هي فورم ديفايس. عشان تظهرها اكتب الاسم اللي انت سميته دوت اظهار يعني بالعربي بالانجلش شو اهي تمام. عشان اسف فورم دوت شو صايم فورم دوت شو تمام. ده يظهرها. بص لما نعمل كده وافتح البات الاساسيه او الت دي اهي ظهرت اهي بس ظهرت عليها مش جواها. ملاحظين الباقي يعني ايه؟ لما تفتح العمله ظهرت جواها ولما تعمل كده ما بتخفيش القايمه ما تخرجش عليها. طب بص الاجهزه عليها. طب ازاي خلاها تظهر جواها؟ اكتب اتش دوت ام دي اي بيرنت يساوي زس. الكود ده ما تخليهاش تظهر تخرج بره الشرائسيه اهي. اعمل ران اهي. حتى لو طلعت لا عايزها اول ما تظهر تظهر في النص نص الشاشه كده واخفي دول اشيلهم دول عايز بدل ما حد يكبر ولا يصغر. اقف على الفورمه دي كده ستارت بوزيشن واختار سنتر سنتر. عايز تخفي دول برضو خليك واقف على الشاشه هتلاقي مينيمايز بوكس مكتوب ايه؟ ترو اعملها فولس وماكسمايز بوكس اعملها فولس. اختفوا عشان خفيت الاثنين دول المينيمايز والماكسمايز اللي هما زي دول خفيتهم من الشاشه. للاسف ما ينفعش لازم تتحرك ده حتى في الويندوز كده حتى في الويندوز كده انك تقدر تعمل دي كده اهي زي ما قلنا مينيمايز بوكس وماكسمايز بوكس وسنتر. هي سنتر سكرين مش سنتر بيرنت سنتر سكرين اهي. اعمل ران كده ظهرت في النص الاثنين دول اختفوا. حتى لو دوست كليكتين ما تكبرش ازاي دي تثبت؟ ايوه تشيل الفريم ايوه بس انا ما بحبش اشيل الفريم. هو مهند يقول ايه؟ اقف عليها كده هتلاقي فورم بوردر ستايل فورم بوردر فين بوردر فورم بوردر اهي واختار نن. بص هتعمل ايه؟ ما ينفعش تكتب حاجه ما ينفعش اي حاجه تبقى قرعة بصراحه خالص. عادي انا ممكن اعمل لك هنا زرار كلوز لو حابينها كده بس شكلها حتى تحس ان واحد قلع خالص. انا بصراحه ما مش حاببها يعني خلاص اهي. طب ماشي في حاجه تانية قبل ما نقفل الفيديو ده. لما نفتح العملاء ونفتح الاجهزه الاجهزه فتحت على مين؟ لا انا عايز اقفل اي شاشه فتحت قبل كده. هو الكود بقى اهو في كود كنا واخدينه نوت باد اللي هو الفروز بتاع فورش اسمه فورش فور اتش فورش تي اهو الاثنين واحد يا باشا مش موجود. كنا بنجيبه منين؟ اعمل فورمت ام دي اي بيرنت جديده وهنحذفها تاني. دي هنحذفها دلوقتي اهي كلوز اول اهي
هو الكود ده. الكود ده منازل اساسا اوتوماتيك احذفها بعد كده اهو. قبل كل كود تحط اللي اهو. قبل ما تنادي كل فورمه اهو. قبل ما تنادي فورمه الاجهزه اقفل الفورم اللي قبلها. طب ده يعني ايه فور اتش؟ يعني لو انت بتكرر كود، الكود ده بيقول لك ايه؟ تشايلد فورم دوت ايه؟ كلوز. كلوز يعني ايه؟ يقفل. تشايلد فورم يعني ايه؟ مش احنا قلنا ان الشاشات اللي تظهر ما تظهرش بره الرئيسيه؟ فالجهاز معتبر ان الرئيسيه دي الاب والصغيرين بيظهروا عليها الاطفال اللي هم الاولاد اللي هي تشايلد. فاهمين؟ هو معتبرها كده. طب كام شاشه مقفول مفتوحه قبل كده؟ تعرف عددها؟ لا. فقال لك عشان ما اعرفش عدد الشاشات اللي هتتقفل قال لك بتعمل فور اتش. فور فاكرين فور دي كانت بتعمل ايه؟ تكرار. تكرر كود. بس كنا احنا خدنا الفور بدايه ونهايه، فانا عارف بدايتي وعارف. اما هنا ما اعرفش انا عندي كام شاشه مقفوله هتتقفل. لو عندي خمسه يبقى نهايتي خمسه، عندي ثلاثه بس انا ما اعرفش عددهم، فطالما ما اعرفش عددهم بكتب فور اتش. فهمت فور اتش بتعمل ايه؟ لا يا راجل. اهي بص افتح العملاء، افتح الاجهزه كده، بص قفل اللي وراه زي قفل اللي وراه اهو. دي كده الشاشه دي كده خلصت، شاشه الاجهزه خلصت تصميم مش خلصت برمجه. اهي دي كده خلصت. المواصفات دي احنا قلنا اللي هو هيبقى كده تقعد تكتب تكتب انتر انتر ما تقعد تنزل، مش المفروض في سكرول يظهر وسكرول يظهر كده؟ ازاي نظهرها؟ قال لك اقف على التكست كده سكرول بار وخليها بص، سكرول بار وخليها بص. بص يعني الاثنين يعني ايه يظهر كده وكده. خلاص دي كده الفورمه. خلاص بقى دي كده الفورمه الاساسيه. نسمع نسمع. يلا يا ياسر ايه مالكم بتتكلموا ليه؟ عايز ايه؟ عايزين مناديل. ما فيش مناديل. يلا كده الشاشه دي خلصت تصميم. الشاشه دي كده خلصت تصميم، عايزين نبدا نبرمجها بقى. نبدا نبرمجها. سيف وقف الفيديو.